السابع محلياً والأول عربياً تحت شعار الإلهام يتكلم عربي. هي الجائزة الموسم السابع لها، ولكنه الموسم الأول على نطاق العالم العربي. الجائزة هذا العام تحت مظلة جامعة الدول العربية وبدعم من وزارة التضامن والإدماج الأسري والإدماج الاجتماعي والأسرة في مملكة المغرب، بالإضافة إلى كافة وزارات التنمية الاجتماعية في كافة دول العالم العربي. الدعم لا محدود طبعا وجدناه من الوزارة هنا ومن صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نعم أكيد. وأيضا كان لنا لقاء مع معالي السيدة عواطف اللي دعمت منذ قبل مجيئنا هنا، والدعم غير محدود وجدناه. طبعا بشكل مختصر، الجائزة هي بوابة لكافة الأشخاص الموهوبين من ذوي الإعاقة، فرصة لهم حتى يبرزوا مواهبهم، فرصة لهم لتسليط الضوء عليها من قبلكم، من قبل الإعلام ومن قبل المجتمع، حتى يثبتوا للعالم أجمع أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة فكر وليست إعاقة جسد. لا شيء يقف أمام الإرادة والهمة والطموح. الجائزة بشكل سريع يوجد بها ثلاث مسارات: المسار الأول للموهوبين من ذوي الإعاقة، يوجد مسار آخر أيضا للأفراد، بقية أفراد المجتمع لديهم أفكار أو مشاريع تخدم فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة، والمسار الأخير هو للمنظمات الغير ربحية أيضا اللي تخدم هذه الفئة. جميعهم مرحب بهم في الجائزة. مثل ما ذكرت، هي الموسم الأول لها على مستوى العالم العربي السابع للجائزة، فرصة كي نسمع. الأعداد كانت كبيرة ولله الحمد كموسم أول، لكن نطمح للمزيد بالسنوات القادمة بإذن الله. مجموع الجوائز يتجاوز 250,000 ريال سعودي في هذا العام. للمزيد من المعلومات عن الجائزة يمكنكم التوجه إلى موقع الجائزة ammar.sa. إن شاء الله راح يتم الإعلان عن التسجيل في السنوات القادمة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كافة للجائزة @ammar award، أو أيضا موقع جمعية الإرادة @الإرادة SA. أنا فرحانة وفخورة اليوم لأننا في المغرب كنمثل جائزة عمار. جائزة عمار هي جائزة لدعم مواهب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واليوم أول مرة في المغرب، وهذه لا سيتيام إيديسيون ديال جائزة عمار. أنا كنشكر دكتور عمار على هاد الانفيتاسيون، وهذا شرف كبير ليا نمثل المغرب ونمثل المرأة العربية عامة والمرأة المغربية خاصة في لجنة التحكيم. أنا الأم ديال شيماء بلعوع، جينا من خنيفرة وهي من ذوي الإعاقة الصمم عميق، تحتاج دائما لمرافق يعني، ولكن تبتت الموهبة ديالها، وكذلك أنها طالبة جامعية في السنة الثالثة شعبة السوسيال في المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. وكان نشكر هاد الناس يعني اتاحوا لنا الفرصة باش أنها تبين الموهبة ديالها، ونتمنى أنها تكون من الفائزين، وحظ سعيد لجميع المشاركين. أول مرة كتشارك، مع عمر شاركت في أي شاركت في الفن التشكيلي، لأنها قدمت جابت لوحات اللي كانت أرسلتها لهاد اللجنه ديال سميتو ديال جائزه عمار، وقالوا لها تجيبي هذا، وتجيت حاليا نعرضهم امام لجنه التحكيم، ونتمنى ان تكون من الفائزين، والحظ سعيد يعني حظ موفق للجميع، يعني يستاهلوا كل خير كلهم، لان هذه الالتفاته زوينه زعما الصراحه ما نكذبش عليك. مقسوح من جمجله 42 سنه، جيت نشارك في جائزه عمار بالمحتوى ديالي اللي كندير مخرج سينمائي لافلام قصيره. عندي ثلاثة افلام اللي مثل متوعي كمخرج وكبطل الفيلم، الطريق اللي كيهضر على العمل والمعاق، وشاركت به في عده مهرجانات دوليه ووطنيه. وعندي فيلم يوم من الايام اللي كنت يهضر على الولوجيات، وعندي كاستينج بديت به تتويج في مدينة الرباط في مهرجان هوندي فيلم. أول مرة كنشارك في جائزة، أول مرة كنشارك في مهن نوع جائزة عمار. يا هوى يا هوى يلي طاير في الهوى.
تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.